أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. لتؤدن الحقوق إلى أهلها. ثم لما كانت تأدية هذه الحقوق هي من الله عز وجل بالعدل بالقسط، بين هنا من أن الحيوانات التي لا تعقل مع أنها غير مكلفة يقتص بعضها من بعض حتى يتبين الخلق أن العدل سيكون في يوم القيامة بين الخلائق. ومن أجل أن يحذر الظالم ليرد المظالم إلى أهلها. وهذا البعث حقيقي، وليس معناه أنه تمثيل لبيان عدل الله. عدل الله قائم يوم القيامة، لكن هذه تحشر. أما ما يستدل به كما جاء عند الخطيب البغدادي في الرحلة إلى طلب العلم وقالوا إنه من باب التمثيل كما قال بعض العلماء، قال: حتى يقاد للشاة الجلحة من الشاة القرناء، وعلى الحجر لما ركب الحجر، وللعود لما خدش العود، فإنه حديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. إذن حشر حقيقي. ولذلك قال تعالى: وإذا الوحوش حشرت.